ثورة الرابع عشر من فبراير التي اندلعت في البحرين عام 2011 للمطالبة بالتحول الديمقراطي وإنهاء حكم العائلة الواحدة شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع البحريني ومنها شريحة الرياضيين التي تعرضت إلى الانتقام بعد استعانة عائلة آل خليفة الحاكمة بالقوات السعودية التي احتلت البلاد في مارس من ذلك العام. عقب ذلك الاحتلال موجة من القمع عمت البلاد وطالت مختلف القطاعات ومنهم الرياضيين. تلفزيون البحرين الرسمي قاد حملة إعلامية منظمة لتسقيط الرياضيين الذين شاركوا في الاحتجاجات ووجه لهم اتهامات بالخيانة. بلد ما قصرت وياكم، لو تطلع البحرين كله، البحرين كله تطلع. انت على ما تطلع، انت على ما تشيل، انت على ما تسوي شيء، لان انت فضل البحرين وحكومة البحرين وحكام البحرين في رقبتك لين تقوم القيامة. ناصر حمد الخليفة نجل حاكم البلاد ورئيس اللجنة الأولمبية دعا إلى معاقبة كل رياضي نادى بإسقاط نظام حكم عائلته الدموي. وكل من نادى بإسقاط النظام ما يسقط إلا على رأسه طوفة. صح الزلمة. هذا طمنا ومسح على قلوبنا. اللي راح يتحاسبون والبحرين يزيره ما في منها مفر. واللي بكل من تدخل في هذه الأمور راح يتحاسب. لم تكد تمضي سوى أيام معدودة على ذلك التصريح إلا وبدأت حملة اعتقالات واسعة شملت الرياضيين. تزامنت تلك الاعتقالات مع صدور أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مشاركة الرياضيين والأندية في الاحتجاجات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. تم تعيين سلمان إبراهيم الخليفة رئيس اتحاد كرة القدم حينها رئيسا للجنة التي تولت التحقيق وأصدرت أوامر بمعاقبة 6 أندية بحرانية لكرة القدم فيما امتلأت السجون بأكثر من 150 رياضية. فإحنا لما نوقف مع شخص فهو التنسيق ما بيننا إحنا. سلمان إبراهيم الخليفة سليل هذه العائلة الدموية المستبدة والذي ساهم في اضطهاد الرياضيين يسعى اليوم للفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. الترشيح الذي أثار غضب العديد من المنظمات الحقوقية التي كشفت دوره القمعي في مختلف وسائل الإعلام الدولية. فهل إن المسؤولين على الفيفا يرومون حقا إصلاح هذه المؤسسة المثقلة بالفضائح أم أنهم بصدد القضاء عليها؟ يبدو أن قبول ترشيح سلمان للمنصب يشير إلى أن هذه المؤسسة غير قابلة للإصلاح وحالها كحال نظام عائلة سلمان الخليفة الفاسد.